مرحبا، اليوم راح نحكي عن التقشير الكربوني. احنا المبدا العلمي للتقشير الكربوني انه انا في عندي طبقات بالجلد. الان طبقات الجلد بيخترقها الليزر بطبقه معينه. احنا عشان نوصل للخلايا الفايبروبلاست اللي بتفرز الكولاجين او خلايا الميلانوسايت اللي بتفرز الصبغه اللي بالجلد، بدي معامل مساعد. المعامل المساعد اللي هو الكربون. لذلك الليزر اذا بدخل بطبقه معينه ما راح يوصل لمرحله انه يخترق فيها اكثر من 1 ملم اذا كان بوضع طبيعي، لكن مع مساعده الكربون بدخل الليزر وبسهل دخوله اكثر لهي الخلايا. طبعا احنا عندنا خلايا الفايبروبلاست اللي بتفرز الكولاجين وبتعطي نضاره للوجه، وعندنا خلايا الميلانوسايت اللي بتفرز صبغه الميلانين. اذا كان عندي شخص بيفتقد للنضاره او عندها تصبغات، حروق شمس، كلف، اي شيء له علاقه بالتصبغات، فالليزر اللي بيدخل بيخفف من قوه هاي التصبغات، وبكل جلسه راح يكون في تحسن اكبر. طبعا العمليه بسيطه، انه انا بنفضل دائما نستعمل الكربون اللي بيكون لوشن او كريم، ندهنه على كل الوجه وبعديها بعشر دقائق الوجه بيمتص الكربون، والليزر راح يصير يضرب الليزر اللي هو 532، احنا بنسميه كيو سويتش انديود، نوع من انواع الليزر بضرب الكربون بارتيكل، جزيئه الكربون، وبدخل جوا الجلد. الاجراء جدا امن وما في اي الم، وحتى المريضه بعد الاجراء ما راح يكون في عندها الام ولا ريستركشن، يعني بامكانها تمارس حياتها طبيعيه، تتعرض للشمس، تحط واقي، ما في مشكله، ما بيبين ولا حمى ولا شيء. التعليمات هي ثابته، انه احنا بس نشوف المريضه بعد اسبوع لاسبوعين فقط لنشيك قديش المريضه استجابت من